السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بستخدمه على طول في تجهيز المحاضرات بتاعة بيم أريبيا، وأنا بجهز البوستر. ممكن المحاضر بعت لي صورة وفيها خلفية، فأنا عايزها الصورة بس، فبقول له أدخل على الجهاز بتاعي. خليني أختار صورة أنا عشان محدش يزعل. أوكي عمر، تمام. دي مثلا معمولة بالبرنامج دوت على ما أتذكر. مثلا نخلي الصورة ديت اهيت، على اساس ان في اكتر من لون في الخلفية، فهو اوتوماتيك بيبدأ يشوف ايه الالوان الاضافية اللي في شبه الصورة. اهو شال لي الخلفية كلها. تقدر تيجي هنا وتقول له كوبي، فتاخد الصورة، تمام، او تعملها داونلود وبرضه هتيجي بخلفية شفافة. عندك اختيار ان انت تحملها بسكيل 500 في 500، او يعني جودة أعلى زي ما انت شايف.